بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم: وإن ممن أمرنا بأن نجعله قدوة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي من تمسك بهديه وسار على طريقته سعد في الدنيا والآخرة، وكان من أصحاب الدرجات العلى في جنات الخلد مع ما يكون له في الدنيا من النصر المؤزر والخير العظيم وكثرة الأتباع، ليكون المرء كثير الأجر يوم لقائه لرب العزة والجلال. إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة يجب العمل بها، ولا يجوز لأحد أن يتركها كائنا من كان، فقد أخبر الله جل وعلا أن كتابه العظيم لا يفهم إلا بسنة نبيه الكريم في مواطن من كتابه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين لهم ما نزل إليهم، يعني أن الله عز وجل أخبره بهذه السنة التي هي وحي من عند الله، وجعل هذه السنة بيانا لكتاب رب العزة والجلال. وكم من آية في كتاب الله تحتاج إلى تفسيرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.